تسلية ما فللمحبة. في سنة 2004، يعني من حوالي 18 سنة تقريبا، بدأت أسقفية الشباب في وضع أول بذرة لمهرجان الكرازة، وكان شعارها أنتم نور العالم، اللي اقتصر وقتها على قطاعات القاهرة الكبرى بعيد عن أي محافظة تاني. من اللحظة الأولى وضع نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب هدف أساسي للمهرجان، هو ربح النفوس مش الكؤوس، ولأن طول ما بنزرع خير ومحبة لازم هنلاقي حصادنا سلام. وزي ما بيعلمنا دايما نيافة الأنبا فام، إن الترنيمة اللي بنحفظها بنحفظها علشان نعيش بيها ونتعلم منها، واللحن اللي بنردده في كنائسنا الأرثوذكسية بنردده علشان نعيش بيه حياة الصلاة والتسبيح، وإن المحبة في الوحدة والتواضع مش في المنافسة والتحدي. السنة دي في مهرجان عيشوا بالسلام عشنا قصص كتيرة بتأكد الروح الحلوة اللي قدمتها كل الكنائس، علشان كده اخترنا منها قصة الأكثر فاعلية. الحكاية بدأت في 14 يونيو 2022. في التاريخ ده اتجمعت استمارات الـ 24 كنيسة التابعة لبراشية شرق المنيا، وبعد الفرس لفت نظرنا فايل كنيسة مليان بصورة غريبة. بدأنا نفحص كل الاستمارات كالمعتاد لغاية لما جه الدور على الفايل ده تحديدا، استمارات كنيسة الأنبا بشوي بالمنيا الجديدة، اللي عارفينه انها ضمن الكنائس الصغيرة في المساحة، وكان كل معلوماتنا عنها انها ضمن كنائس المنيا الجديدة لا أزيد ولا أقل. بدأنا نفتح الاستمارات للمراجعة، والحقيقة ومن اللحظة الأولى كان في تعليق واحد من الخدام، دي مشاركة جبارة بالنسبة لكنيسة صغيرة. محبناش نعلق كتير أو نتكلم، لكن كل خادم مننا كان بيتابع أو بيراقب المخدومين بيعملوا إيه، تركيزهم وإصرارهم إزاي، وكان واضح جدا إن الناس دي في هدف معين عايزين يوصلوا له. يوم ورا يوم الكؤوس بتزيد، وفي لحظة تحصل للكنيسة أزمة ليلة التصفيات النهائية في قرية 8 بالمنيا بعد الصعود كأول إبارشية، وهو حريق كامل بالدور الأرضي اللي باسم كنيسة الأمبرويس. كام يوم وأقل من شهر يرن التليفون من قدامها عشان يقول جملة واحدة بس، وتسابونا احنا جاهزين نكمل في الكرازة، ويكمل المشوار بحصد كاسين أول جمهورية غير باقي الترتيبات. بعد نهاية المنافسات الفضول خلانا لازم نعرف القصة ايه وبدأت ومشيت ازاي. رحنا للكنيسة وقعدنا مع خدامها يحكولنا الحكاية ايه، البداية والأزمة والنهاية، علشان نعيشها مع بعض. صباح الخير يا سون، انا مينا حنة من كنترول كرازة برشيد شرق المنيا. كنت عايز اعرف من حضرتك ايه التجهيزات اللي اخدتوها عشان توصل انك تبقى اهل الجمهورية في بعض المنافسات. الحقيقة ان البداية كانت من لحظة تكريمات مهرجان الكرازة 2021، اللي اقتصر فيها تكريم الكنيسة على كاس واحد بس من لعبة جماعية ومن غير منافسة. وقتها كلنا تظهرنا بالفرح، لكن من جوانا محدش كان راضي. وفي خلال 4 أسابيع اتحطت خريطة علشان تتنفذ بعناية من خلال مجموعة من الخدام مؤمنين بالتطوير. كان الهدف والشعار واحد، ان مهرجان الكرازة اللي جاي هنوصل للنقطة الكاملة، بشرط اننا ننافس باسم شرق المنيا مش ننافس اخواتنا في الإبرشية، لان كلنا في البنوة واحد اولاد الأنبا فام. فعلا ده حقيقي وكلنا حسينا بيه. وبعدين بدأت الخطوة الاولى في شهر مارس، سافر وقتها خادم من المجموعة المسؤولة لأسقفية الشباب بالقاهرة، وقدر يشتري كتب المهرجان بالكامل، وفورا تم دراستها بعناية، الشروط، نقاط القوة والضعف، أنواع المنافسات، طريقة الاشتراك إلى آخره. وفي نص شهر مارس تم تنظيم مهرجان مصغر لمسابقة الكرازة داخل الكنيسة، ضم كل المنافسات لهدفين، الأول معلن وهو إشغال وقت فراغ المخدومين، والفعلي كنا بنخطط لاستغلال المسابقة لاكتشاف نقاط القوة والضعف في كل قطاع. قصدنا تكون الهدايا ملفتة علشان نضمن ان كل واحد يطلع احسن ما عنده، واستعنا بحكام من خارج الكنيسة، بعضهم كان محكم في مهرجان الكرازة من القاهرة زي المعلم زاهر، وسمينا المهرجان مواهب بزيد.
ايوه احنا فاكرين المهرجان ده كويس، ده اللي وزع هدايا نيافة الانبا فاهم السنه اللي فاتت. فعلا بدانا نشكل الفرق المنافسه في منتصف شهر ابريل اللي هندخل بيها الكرازه في كل المسابقات. اتفقنا مع مدربين متخصصين كانوا خدام برضو وبداوا في تدريبات مكثفه للكل، ورغم صغر حجم الكنيسه الا انهم كانوا بيستغلوا كل شبر فيها، وتحولت الكنيسه لخليه نحل من الكبير للصغير. وبدأت المنافسات الفعلية. اليوم ده كان أصعب اختبار لينا كخدام، لدرجة من شدة التوتر رفضنا التواجد مع أولادنا لحظة المنافسة، وكنا بنتابع من بعيد النتائج اللي انتهت نهاية أكبر من طموحنا. وحصدت الكنيسة يومها على 95% من المنافسات، وكانت دي نقطة انطلاق لكل إخواتهم في جميع المنافسات. فعلا الانتماء ومحبة بيت ربنا وإخواتك في كل كنائس التانية طعمه حلو. لاحظنا ده في مسابقة الدراسية مع طفل كان دراعه مكسور وكان مصر ان هو ينتهي. ده حقيقي، الطفل ده كان اسمه كراز غطاس، وحصلت له حادثة سكوت اتكسر فيها دراعه واتجبست قبل الامتحان مباشرة، ورغم الألم والتعب وطفولته البريئة إلا انه أصر على رفع اسم كنيسته. قرر الأبحاث الثقافية مرحلة أولى، مركز أول إبرشية بمسابقة الكورال والعزف الفردي والجماعي، و22 مركز أول بالمسابقات الرياضية المتنوعة. في مرحلة إعدادي المسابقة الثقافية فاز فريق كنيسة الأنبا بشوي المنيا الجديدة إبرشية شرق المنيا اللي هم كارول رأفت ومريم ريمون وكارين رأفت ومورين عادل.